مرحبا، أنا مي حجارة من اعزف.com. رح نتعلم أغنية عالدوم عيني عالدوم من التراث الفلسطيني. مقام الأغنية هو مقام البيات، رح ناخده من طبقة الري. مقام البيات من الري رح يكون فيه مي نص بمول وسي بمول. خلينا نشوف المقام مع بعض. ري مي نص بمول فا سول لا سي بمول دو ري. هلا لحن الأغنية سهل جدا، هي عبارة عن جملة لحنية رح تتكرر 4 مرات وبعدين كلها رح ترجع تتكرر كمان مرة، يعني 4 مرات بعدين بنرجع بنعيدها 4 مرات بعدين بنرجع بنعيدها 4 مرات. الجملة التفعيل الإيقاعية عبارة عن تا تي في تا فا تي في تا فا تي في تا تا تي في تا فا تي في تا فا تي في تا تا تي في تا في تا في تا في تا في تا تا تي في تا فا تي في تا فا تي في تا. إذن هلا بعد ما سمعنا للتفعيل الإيقاعية بدنا نشوف نغمة الأغنية. بدنا نبلش من السول. سول سول فا، إذن تا تي في سول سول فا، بعدين بنكمل مي ري فا سول فا مي مي ري ري. إذن ناخدها كلها من أولها بس بطيء. سول سول فا مي ري فا سول فا مي مي ري ري سول سول فا مي ري فا سول فا مي مي ري ري. إذن هاي هي الجملة اللحنية. هلأ هاي رح تتكرر 4 مرات، خلينا نشوف كيف. إذن 4 مرات بعدين منبلش بالغناء. عالدوم عيني عالدوم شو جاب امبارح لليوم وامبارح باكت شارق واليوم مطر وغيوم. بعدين بنفس هذه الطريقة بنفس اللحن رح ننتقل لكوبليهات الأغنية، كل مرة كلمات مختلفة. فهيك بنكون تعلمنا أغنية عالدوم عيني عالدوم.